مبعوثين بخير رسالة للناس يا خير الألام وأطهر. الله يعطيك الصحة ما شاء الله روعة والله ما شاء الله. أنا مازال ما دقتش دكم دوق ونقول لك رأيي بكل صراحة. لا نقولها لك هاكي عارفة بلي بكل صراحة بدون مجاملة. بصح باغي نسقسيك زينب دروك راكي هنا ولا راكي هنا؟ أنا متعددة لا متعددة الاحتمالات. أيوا هي بصحتكم. خطرة هنا خطرة هنا خطرة هنا خطرة هنا خطرة هنا. أيا بون البنات كيما راكم تشوفوا رانا جينا عند أم جانا جات شوية روطار بصح نقولوا لها عقوبة إن شاء الله للدكتورة عقوبة للنجاحات كبيرة وعقوبة إن شاء الله تشوفيها عروسة في دارها وتفرحي بها إن شاء الله ونشكرك على هاد القعدة الشابة والعقوبة الأفرح جاية إن شاء الله ربي كتر علينا الأفراح إن شاء الله. هذه ان شاء الله واه في فتره الاختبارات انا ولدي راه عليا غير 10 على 10 قلت له وقيلا غادي ديري كي ولدينا من جهه ديك الحقه وانا كتهني ب 10 هي معليش ان شاء الله ربي ينجحهم وربي ان شاء الله يخلينا مجموعين في مجامع الخير كما يقولوا ان شاء الله يخلينا مجموعين ان شاء الله. اي المهم البنات نتلاقوا في الدار ان شاء الله. السلام عليكم البنات كي راكم دايرين ان شاء الله تكونوا بخير لاباس عليكم بصحه جيده ان شاء الله جمعه مباركه عليكم البنات. اليوم راني جايه وجايبه معايا حبيبه في المطبخ غادي ندير لكم لمبسس بسميد المويا نخليكم مع حبيبه توجه لكم كلمه. السلام عليكم كي راكم معايا لاباس بعد عيبه طويله راني رجعت هم كاع سقسوني عليك على بالك وليت على خاطركم والله تا زوج شحال ديري من كاس؟ نديرو ربعة ربعة جوج ثلاثة ربعة ربعة الكاس وريهم كاس تاع تاع أم وليد كيما حنا نقولو هذا هو تاع واه ربعة في وحدة تاع دهان وحدة تاع دهان ونزيدو الزيت تزيدي فوق الزيت نزيدو شوية زيت أيوا ديرو شويه ملح على حساب ال كتروش الملح بزاف طيب وهنا الدهان قولي لهم بلي درتي كاس قل زوج صباع وعمرتيه بالزيت كملتيه بالزيت زيت اخر وزيد فيه الزيت ما خاصك تبسيه الدهان عاد تاع كل مقروض مقروض ديرو ثلاثة ثلاثة عبار وعبار حبيبي قال لي ديري لي المقروض نجيب لك ندير لهم المقروض تاعنا ديرو غير كمية صغيرة ودروك تلميه بالماء بالماء كي شغل نبركشو هكا ما نعجنوش صحيح فهمتي ستادير تبقي تبركشي عاد تلمي لابار ما حكيت تلتم لابار صح فهمتي وما يجروش العجينة لا كي تندير لك هكا صاي ها كيما انتيا دروك صاي صاي دروك هكا تبقي تلمي فيها وتلميها نيشان فوق بوطاجي ولا فوق البوطاجي فوق في القصعة كاين كيما انت في هنا خير في القصعة لون دو ترافاي خير بصح ما تفرشيلهاش بابي سويسون والله لا بابي فين بابي فين باش ديري لها غير كيما هكا
صح باش ما تلصقش في بكري كي كنا صرا كنا نبغوا العجين. واه هاي هاي هي يشرب الكوب السميد لقاش كاين السميد اللي يشرب زيدوا له شويه ماء كيما انا دروك شرب لي زدتي زعما زدتي غير شويه رشيته ستادي زعما ما يخافوش منه. لا مالكي هدى؟ جيت جيت مامي؟ هدى؟ هدى؟ ديري لهم سلام مامي واه قول لهم سلام فاهمة تبى تلميه بالطبيخي فاهمة يجينيش هادوك تاع صباعي ايه صح فهمتي تادي زعما انت كي بغيتي تقول لهم لا فينيسيون ايوا مامي ها باغي شوفي بنتك راها باغي تطيب معاك يدير مامي بغيت مامي معايا خدمي معايا هدى خدمي معايا بنتي ديري لهم سلام سلام مالكي هدى مامي مامي سلام سلام قالت لك تاني هلا هدي لك سلام بيديها سلام ديري لهم سلام ها سلام ديري لهم سافا هيا دروك طيبيه ديريكتومون طيبه هو دروك حنا دايرين الطاجين فوق النار شويه ها هكا باش ما يسقناش نعاودو هكا نوروهم منا كيجي مبسس وشباب كما قصدت لها الكراس نزيد نقص ولا تخلي هاك زيدي لها شويه زعما استادي تخلي موين ولا تحت الموين شويه ما ما فور ما باش يطيب محمر غاي ما يسقلكش في ال يعاون ميم في شتي لاباط صابلي وكلشي يا تورقي عليه غاية انا نديرها غير في الملفوف كي ندير الكاطو تاع الملفوف تعرف هو العجينة تاعي شوية يعاوني راهو ما شاء الله دروك حنايا رانا في قهوة العصير انا كبينا غادي نشربوها راني انا وحبيبه دوك نبغوا تاني حبيبي يجي يشربوها هنا شريت نقول لكم شاهيناكم في الجنه وتهنوا في رواحكم ووصفه ممتعه ان شاء الله جربوها وخلونا رايكم في التعليقات السلام عليكم.